عم اقرا اختبار بدي اسالك عنه. ماذا تحب؟ واحد البقوليات، اثنين النشويات. واحد. طيب ما هواياتك؟ واحد السباحة، اثنين ركوب الخيل. واحد. طيب مع مين تقضي ليلتك اليوم؟ واحد مرتك، اثنين. اثنين. مع مين بكي حالك على هون؟ بابا طول بالك. ايوه طب بدك تتعلم. بابا انا العلم عندي ضروري. ما بتعلم بتعلم بس اللي شو مساوي انا؟ استنى خليك مثل ما انت هيك مطعوش شايفك. ها ايه؟ انا طالع افتح الباب بدي اشوف مين. حاضر بابا. اوعى اهلين جار. اهلين. شو في؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ صوتك وصلان لاخر الحاره. عم اضرب ابني من شان ربيه. ليش شو عامل؟ راسب بالمدرسه. شلون راسب؟ جار ابنك بصفه لابني، نتائج بكره. بعرف انه النتائج بكره، بس بكره انا ماني فاضي، انا مسافر. شو هالقصة؟ شلون بدي اعرف؟ والله الحجن يا بي. شو يعني بدي اقول لك شغله؟ شوفي يا ولا، يعني صار لي هيك يومين ثلاثه بدي اعرف شغله عن حالي وما عم بعرف. شو هي؟ يعني شلون بدي اعرف عيوبي؟ شو عيوبها؟ ايه عيوبي. صحيح، شلون بدك تعرف عيوبك انت؟ ايه خيو، مالك غير تسب مرتك ولا تنشر عرضك وتفرجيك عيوبك وعيوب الحارة كلها وعيوب اهلك. خير حبيبتي، شبك ليش زعلانه؟ انا بكرهه 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 من لما كنت صغيره، وانا بكرهه بكرهه. لمين بتكرهي؟ خانت انا وبابا. ابوك يلي مزعلك؟ اي والله عيب عليه زعل وحده حلوه مثلك. انت عم تحكي على بابا تبعي؟ انا ما بسمح لك تحكي عليه ابدا ابدا. لك ما بكفي ما بكفي انه قبل وجوزني اياك؟ لك يا غليظ يا تافه. لك انت عم تحكي؟ ما حكينا. اصلا انا بعرف وحاسه من يوم العرس انت بتكرهه لاهلي. غليظ. ايش ما عملت انا؟ شو حكيت؟ خلص يلا باي. شو خير حبيبتي؟ لساتك زعلانة مني؟ لا أنا ماني زعلانة منك. لك عن من مين زعلانة؟ هلا حكيت مع ماما وتخانقت أنا وياها. ليك هلا إذا حكيت لي على أمها تقول عم يسب أهلي وترجع تعصبني. روي معلي شيء، أمك هي ظريفة وحبابة ولطيفة وأكيد أكيد ما بيكون قصدها تزعجك وتضايقك. لك اشتهيت مرة، لك اشتهيت مرة من نفسي إنك تصف معي، ولك من يوم ما تجوزنا وإنت واقف ضدي، ولك حماتك، ولك حتى حماتك وقفت معها ضدي، ولك آخ منكم أنتوا الرجال شو بكونكي؟ أسع من خليتي. خير شفت اختك طالعه و...
عم تبكي وانت كمان معصبه، في شيء؟ لا تذكرني، لا تذكرني، هي اختي انا بكرهها، بكرهها بكرهها من لما كنا صغار انا بكرهها، هي اصلا متغار مني، بتغار مني من لحنا هيك 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 انت متغار مني، من لما تجوزت وبتغار مني، انا بكرهها، اتخانقت انا وياها وقلعتها من البيت. احسن شيء ضل ساكت، لانه شو ما حكيت ما رح يعجبها. ساكت؟ طبعا بدك تضل ساكت لانه انا ما بهمك، اصلا بعرف من يوم العرس انا ما بهمك وما بعني لك شيء، لك حسيت حسيت ومن لحنا على الكوشة بعرف انه انت ما بتحبني وما بعني لك شيء ابدا ابدا ابدا، اصلا انت واحد قذر برجوازي تافه ارهابي، اصلا انا ما بحبك، لك خليني ساكتة احسن. متت؟ متت؟ لك لك قلت لك من يوم يومك انت اناني، من انا وصغيرة بعرف انك اناني، لك انت لو بتحبني ما بتتركني وبتموت، لك وينك؟ لك ليش تركتني لحالي؟ شو ها؟ أتشرف بدعوتكم لحضور حفل زواجي الثاني على من رزقني الله عز وجل بها، ويجدر الذكر أنني لن أنسى أبداً موقف زوجتي الحالية وقبولها وتشجيعها لي على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة رغبة في الخير والإيثار لإدخال السرور على قلبي مما جعلني أفرح فرحاً شديداً لهذا الود العميق بين الزوجتين، حيث أن زوجتي الثانية هي صديقة زوجتي الأولى، وبإذن الله تعالى سيكون عقد القران يوم الخميس 28/1/2018 بعد صلاة المغرب، ومشاركتكم تسرني وحضوركم يشرفني. مين سمح لك يا خانم تلعبي بوراق شغلي؟ قولي لشوف اعترفي. هذا شغلك يا استاذ؟ عم تحضر كروت عرسك الثاني؟ كروت عرسي؟ ثاني؟ حاشاكي الحمار ما بيوعب بالجورة مرتين. ولك أنا قريت الورقة اللي كاتبها. أنت قريتي يا خانم الوش الأول، وأنا رح أورجيكي الوش الثاني، هاتي من إيدك. وإنك قريتي الوش الثاني كنت عرفتي شو القصة. هي هذا نموذج لسؤال امتحان الرياضيات. عزيزي الطالب، استخرج مما سبق عدد المعازيم واسم الزوج الثاني. ها ما شاء الله عنك شقفة واحدة، فكرتك متي. حقك علي، مشغولة شوي، بس شي سمعت بالخبر دغري اجيت لعندك. ما في منك، تسلمي لي حبيبة قلبي انتي. تسلمي لقلبي، بس فتحية بدي اسألك سؤال، انه ما صار لك غير شهر متجوزة، ليش اتطلقتي؟ سؤال، انتي بتتحملي شهر كامل ضرب وذل واهانات؟ يو لا والله ما بقدر اتحمل. ايه كمان جوزي ما اتحمل. جدي شو عم تعمل؟ ها؟ شو عم تقرا؟ عم بقرا كتاب تاريخ. كتاب تاريخ؟ هات لشوف. شو الكتاب هذا؟ تاريخ. شو ها جدو؟ شو؟ هي مجلة نسوان. إي ما أنا بالنسبة لي النسوان صاروا تاريخ. هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم، عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم، جمعت جروبي مع ضيوفي
طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بغشلشل فجلك عربية راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي هلا هلا بيكم من حيكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم او جهدوي انتم مرو فزلك عربية هذا ما هو زورو ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي هلا هلا بيكم من حيكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم